بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاستاذ الدكتور هيثم متولي بدوي، استاذ جراحات مسالك الاطفال والعيون الخلقيه بمجرى البول بالاطفال، كليه الطب بجامعه اسكندريه. بكلمكم النهارده من عمليات مستشفى الاي او اتش او اسكندريه للكلى والمسالك البوليه، بخصوص حاله من الحالات النادره اللي احنا ان شاء الله بصدد ان احنا نعملها النهارده باذن الله في المستشفى. هي طفله عمرها سنه، عندها مشكلة من العيوب الخلقية في مجرى البول والأعضاء التناسلية النادرة، وهي إن مجرى البول بيبقى مفتوح تماما لغاية عنق المثانة، وبالتالي بيبقى في تشوه خارجي في الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى إن مجرى البول بيبقى مفتوح لغاية المكان بتاع عنق المثانة. الأطفال دول بيحتاجوا حاجتين، بيحتاجوا نمرة واحد إن إحنا نعمل تصليح إن شاء الله لمجرى البول والاعضاء التناسليه، فيبقى شكلهم الخارجي باذن الله طبيعي تماما بعد العمليه. والامر الثاني ان احنا في المستقبل الاطفال دول بيبقى عندهم مشكله في التحكم في البول نتيجه لعدم وجود صمام خارجي بمجرى البول، ففي حالات كثيره منهم بتحتاج الى عمل صمام بمجرى البول علشان الاطفال دول يتحكموا في البول بطريقه طبيعيه. فاحنا ان شاء الله رب العالمين النهارده هنبدأ المرحلة الأولى، وهي عملية تصليح لمجرى البول وللأعضاء التناسلية الخارجية علشان ترجع تاني لوضعها الطبيعي، وفي انتظار إن الطفلة لما توصل للسن المناسب لإجراء العملية لصمام مجرى البول، نقوم إن شاء الله بعمل العملية بتاعة صمام مجرى البول علشان كده يكتمل تصليح البنت دي تماما من الناحية الشكلية وايضا من الناحيه الوظيفيه. اللي بيكمل دورنا هنا هو طبعا المستشفى المتوافر فيها كل الامكانيات اللازمه لاجراء مثل هذه الجراحات النادره والدقيقه جدا. التيم الجراحي المتكامل من تخدير الاطفال المتميز والمساعدين المتميزين والتمريض العمليات على اعلى مستوى، وطبعا غرف العمليات المجهزه باعلى مستوى، لكن كمان اللي بيكمل دورنا هو وجود مشرفات تمريض في قسم وفي وحده جراحات الاطفال المسالك البوليه داخل مستشفى الكلى والمسالك البوليه، اللي بيقوموا بتقديم احسن وارقى عنايه للاطفال في الفتره ما بعد العمليه، وهو امر نعتمد عليه في نجاح العمليه. العمليه ما بتبقاش بس الجراح، ما بتبقاش بس التيم الجراحي جوه اوضه العمليات، انما بتبقى ايضا التمريض فيما بعد العمليه والرعايه فيما بعد العمليه، وده خدمه كبيره جدا بتقدمها مستشفى المسالك والكلى في الاسكندريه للاطفال في وحده متخصصه جدا لمسالك الاطفال. اشكركم، وان شاء الله نشوف تطور الحاله في فيديو اخر باذن الله.